كانت فرح بتشرب فنجان قهوتها علشان تسيطر على الصداع اللي كان عامل احتفال في راسها، واقفة في الشباك مستنية مجي أختها اللي قالت لها الخادمة بإنها بغرفة الست أمينة. ولما سمعت كده حست بقلق، كانت عاوزة تروح تتدخل ولكنها تراجعت في آخر لحظة، ولكن الانتظار طال. حطت الفنجان من إيديها والتفتت، ولكنها اتفاجئت بجنة اللي فتحت باب الملحق وقفلته وراها بدموع وكأنها جاية من الجحيم. انتفضت فرح وجريت عليها تحضنها بقوة، وهي بتقولها بلهفة حصل إيه يا جنة؟ كانت بترتجف بقوة في أحضان أختها وهي بتقول بتلعثم من شهقتها، مشيني من هنا يا فرح، أرجوكي مش عايزة أقعد هنا دقيقة واحدة، حاسة إن روحي بتروح. فرح وهي بتحضنها قوي، اهدي يا حبيبتي اهدي، ما تخافيش من حاجة طول ما أنا جنبك. أول مرة أجرب الذل والمهانة يا فرح، أول مرة أعرف حجم المصيبة اللي وقعت نفسي فيها بغبائي، أول مرة أتمنى الأرض تنشق وتبلعني. اتكلمت فرح بلهجة قوية، معاش ولا كان اللي يهينك ولا يذلك يا جنة، ليه بتقولي كده؟ حسيت إن رخيصة قوي وهي بتعرض عليا فلوس علشان أبيع ابني وامشي. فرح قامت من مكانها بغضب وقالت الست دي اتجننت، هي فاكرة إنك ملكيش حد ياخد لك حقك؟ طب أنا هوريها. فتحت فرح باب الملحق وخرجت منه على القصر بغضب، ووقفت في نص البهو وقالت بصوت قوي حاجة أمينة يا حاجة أمينة. بعد لحظات اتجمع الكل حواليها وظهرت أمينة اللي كانت نازلة من فوق السلم وهي بتقول بغضب ايه قلة الذوق دي، حد يزعق في بيوت الناس كده؟ ابتسمت فرح بسخرية وقالت هو انت لما تهيني الناس في بيتك ده يبقى اسمه ايه؟ اتدخلت حالة وقالت بتوبيخ احترمي نفسك وانت بتتكلمي مع ماما، انت مش عارفة انت بتتكلمي مع مين ولا ايه؟ اتصدمت حالة من صوتها الغاضب لما قالت ايا كان هي مين ما يدلهاش الحق انها تهين جنة او تقلل منها ابدا، هو والله انا ما شفتش بجاحة كده، والست جنة هانم مسموح لها تهين الناس عادي؟ ما تسأليها هي كمان قالت ايه لسما. بصت لها فرح باستخفاف قبل ما تقول بتوبيخ قبل ما تتكلمي يا شاطرة وتقلي ادبك، ابقي اسألي بنت عمتك المحترمة قالت لها ايه علشان ترد عليها كده، بس واضح انك ما تعرفيش حاجة عن الادب. في ايه بيحصل هنا؟ كان صوته الغاضب لما سمع كلام فرح خرج من مكتبه وورا مروان على الأصوات العالية، لكنه اتصدم لما شاف نظرات الخزلان في عينيها قبل ما تقول بمرارة أبدا بدفع تمن إني وثقت فيك وجيت أنا وأختي نعيش وسطكم. لمست جملتها قلبه اللي حس بشعور مميت من نظراتها اللي كلها خزلان وخيبة، ولكنه تفاجئ من كلامها اللي وجهته لوالدته لما قالت بقسوة عايز أقولك كلمتين يا حاجة، أنت عندك بنت وكما تدين تدان وحسبي الله ونعم الوكيل. هنا خرجت شياطين غضبه من جحيمها وصرخت بصوت أفزعهم كلهم لما قال لما أسأل في إيه تجاوبه. كان سليم هيتكلم ولكن نظرات والدته المتوسلة منعته من الكلام، فقالت فرح بصوت مبحوح تقدر تسأل والدتك يا سالم بيه، هي عارفة حصل إيه كويس قوي، بس الحد هنا وكفاية، أنا هاخد جنة وهنمشي ولما ابنكم يجي بالسلامة عمرنا ما هنمنعكم عنه ولا هنبيعه يا حاجة أمينة علشان إحنا ما بنبيعش لحمنا عن إذنكم. ولسه هتمشي وقفها وقال استني يا فرح، كان وقع خاص على قلبها أجبرتها على الوقوف بمكانها، ولكنها ما التفتتش ليه وحست بمدى غضبه لما قال بخشونة منتظر أعرف إيه اللي حصل يا حاجة. اتكلمت أمينة بلهجة مهتزة اتكلمنا أنا وجنة والظاهر إن كلامي ما عجبهاش وضايقها واعتبرته إهانة ليها، ده كل اللي حصل. التفتت فرح تبصلها بغضب وقالت بسخرية لما تتهميها الاتهامات الفظيعة دي يا حاجة مش إهانة لما تساوميها على ابنها وتعرضي عليها فلوس علشان تشتري منها مقابل إنها تتنزل عنه وتمشي، ده مش إهانة لو بنتك هتقبلي عليها كده؟ كان كلامها ساقة للجميع. همت وقفت تتابع بقلب شامت وجنبها سما وعلى يمينها حلا اللي اتدخلت وقالت باندفاع بنتها متربية أحسن تربية وما تعملش اللي أختك عملته. هنا خرج صوته بغضب اخرس يا حلا. اتكلمت فرح وقالت ما تلوميش على حد يا شطرة من عاب ابتلى وانتي ما تعرفيش بكرة مخبيلك ايه، استني يا فرح. قطعها صوته الحاد وهو بيقرب من حلا اللي دب الرعب في قلبها من نظرات اخوها ونبرته المرعبة، قوليلي يا حلا هو ايه اللي جنة عملته؟ بلعت رقها بصعوبة فقال لها ردي سكتي ليه، مش كنتي بتتكلمي من شوية وصوتك مسمع الناس كلها؟ حاولت التحلي بشجاعة وقالت بنبرة مهزوزة اتجوزت حازم عرفي. سألها باستفهام غضب وعرفت منين؟ حالها اهتزت برعب فتدخلت أمينة تنقذها وقالت بثبات عرفت مني. اتحولت نظراته لوالدته وصرخ ونادى على الخادمة اللي جت جري، فقال لها بصوت عالي روحي قولي الجنة سالم بيه عايزك وخليها تيجي على هنا. اتدخلت فرح وقالت جنة تعبانة ومش، قطعها صوته الحاد لما قال أنا قلت تيجي يعني تيجي، لازم نحط النقط على الحروف.
مرت دقايق وجت جنة اللي كان مظهرها تعبان ومرهق، ومسكت ايد فرح تطمنها. انفطر قلب سليم لما شافها، وخصوصا من وقت ما كانت بتجري من غرفة والدته. واتكلم سالم وقال: تعالي يا جنة هنا، تعالي يا جنة ما تخافيش. هزت لها فرح راسها بإيجاب، فاتحركت ووقفت قدام سالم اللي قال لها: الكلمتين اللي هقولهم دول يثبتوا في دماغ الكل، واعتقد ان الكل هنا علشان محدش يجي ويقول ما سمعتش. حرك عينيه على وشوش الجميع واستقر عند والدته، وقال بنبرة قوية: جنة مرات حازم الوزان شرعا وقانونا، وانا معايا اللي يثبت ده، واللي في بطنها ابنه ومن صلبه ابن الوزان. عارفين يعني ايه ابن الوزان؟ واي حد هيقول غير كده ما يلومش غير نفسه، واي حد هيتعرض لجنة او فرح ولو بنظرة برضه ما يلومش غير نفسه. جنة وابنها ليهم هنا زي ما كلنا لينا بالظبط. كلامي واضح ولا عيده تاني؟ التزم الجميع الصمت الا امينة اللي قالت بوقار: مفيش قول بعد قولك يا سالم، الموضوع انتهى خلاص. وجنة زيها زي حلا وسما، مش كده يا جنة؟ ما نطقتش جنة بحرف على الرغم من صدمتها بكلام سالم اللي رجع لها كرامتها المفقودة وريحها بشكل كبير، ولكنها ما قدرتش تتأكد من كلام أمينة، فهي أبدا مش هتنسى معاملتها ليها. ولكن جه كلام سليم الغير متوقع لما قال بتحفظ: الأيام هي اللي هتبين يا حاجة. سالم التفت لجنة وقال بصوت خشن: أعتقد كده أنت فهمتي وضعك إيه في البيت، وياريت بلاش عياط وجو العيال الصغيرة ده يحصل تاني. خلص كلامه ولسه هيدخل مكتبه ووقفه صوت حلقة اللي جريت عليه وقالت له بلهفة: أبي سالم. سالم وقف بغضب وقالت بنبرة هادية: أنا قطعها بقوة ولكن بلهجة عتاب: أنت خيبتي أملي فيكي يا حلا. اتكلمت حلا بدموع وقالت: أنا أسفة. قطعها بحدة: الاعتذار ده تروحي تقولي لابن أخوكي لما يجي الدنيا ويعرف إن عمته الوحيدة أهانته هو وأمه بالشكل ده، كان عارف معدنها وإنه مليان بالخير، لعب على أوتار ضميرها ورجعها للطريق المستقيم. هو دخل الغرفة وقفل الباب وراه، سمع خبط عليه وقال بلهجة خشنة: ادخل. دخلت تبص له بامتنان: شكرا انك دفعت عن جنة، وردت لها اعتبارها قدامهم. صدموا امتنانها اللحظة، ولكنه قال بلا مبالاة: مش مستني منك شكر، انا عملت اللي كان مفروض يتعمل. اتغاظت من صراحته الفجة وكلامه المستفز واثار غضبها، ولكنها قالت: انا كمان بشكرك عشان اتعودت ان اي حد يعمل حاجة كويسة مفروض يتشكر عليها، ومش فارق لي اذا كنت مستني ده او لا. نجحت في إثارة روح التحدي جواه، فرفع راسه يبص لها بغموض وقال باختصار: نعم. عادت كلمته بهدوء مستفز: نعم. غصب عنه ابتسم وقال بتسلية: انت ما بتيأسيش. يعني ايه؟ عندك استعداد تفضلي تحاربي طول الوقت، ما بتعديش حاجة ابدا. اتصدمت من كلامه، ولكنها قالت بتعجب: عشان جيت اشكرك انك وقفت جنب جنة، انا كده بحارب؟ لا انت غلطان على فكرة، انا بس بحب ادي الحق دايما لصاحبه حتى لو كان صاحب الحق ما يستاهلش. قالت كلمتها الاخيرة فرفع حاجبه وقلبه وعيد: ما يستاهلش؟ مش قصدي انه ما يستاهلش بمعنى حد وحش، يعني ممكن يكون شخص متكبر مغرور، هو بيتكلم من طراطيف مناخيره. ردد عبارتها بذهول: متكبر ومغرور وبيتكلم من طراطيف مناخيره؟ ده انا المفروض؟ روغته وقالت: والله انا ما قلتش ان انت كده، بس لو شايف الصفات دي تنطبق عليك فانت حر، انا يعني هعرفك اكتر من نفسك. اتراجع في كرسي لورا وقال بضحك عاليه: انت مشكله يا فرح. حيته بخجل ولكن نظراته كانت عميقه، فهربت بنظراتها للجهه التانيه وقالت بنبره هاديه: ولا مشكله ولا حاجه، انا بس بحب الناس تعاملني زي ما بعملها، ودايما ببدا بالخير علشان الاقيه. لاحظ خجلها فقال بغموض: هأفهم من كده انك بتقدمي لي الخير ومنتظرة مني؟ حست بضربات قلبها بتدق بعنف، التفتت ليه بلهفة وقالت باندفاع: لا طبعا ما اقصدش كده، انا بقولك بس ان دي طريقتي في التعامل مع الناس. طب وعايزاني اعاملك ازاي؟ فقدت السيطرة على حواسها، ولكن اتدخل عقلها عشان ينبهها ان ناقوس الخطر قرب منها، فحاولت فرض سيطرتها على مشاعرها وقالت بنبرة متزنة: تعاملني زي ما اي مدير بيتعامل مع سكرتيرته. دام الصمت اللحظات وفضلت على حالها من الثبات وقال: بس اللي قاعد قدامي دلوقتي مش فرح سكرتيرتي. للحظات ما فهمتش مقصده، ولكن عينيه طافت فوق ملامحها وشعرها، فتنحنحت وقالت بتوتر: انا فرح في كل حالاتي، ودي احلى حالة فيهم، حطي ده في عين الاعتبار. للحظة ما استوعبتش هو كده غزل صريح منه، لكن جه خبط على الباب وكانت امينة اللي دخلت تبص لهم. التفتت له فرح وقالت بجمود: انا برا، وقت ما تعوزني ابتدي الشغل نادي عليا. أمينة بلهجة ليها مغزى: فاجئتيني النهاردة يا فرح. وقفت فرح والتفتت تبص لها باستفهام وقالت: يعني إيه؟ وقفتك قدامنا كلنا عشان تدافعي عن أختك عجبتني وفاجئتني. طب يا رب دايما عجبك، عن إذنكم. كان مروان برا بيحاول يهدي حالة
اللي كانت بتعيط. خلاص بقى يا حلا، انتي قرفتيني من ساعة ما جيت وانتي مش مبطلة عياط. مش قادرة يا مروان، انت ما شفتهوش كان بيبصلي ازاي؟ نظراته كلها عتاب وخيبة امل، كل ما افتكرها قلبي يوجعني قوي. هي بنتي ايه اللي نظراته بتوجعك؟ هو انتي شيرين عبد الوهاب ولا حاجة؟ امال لو كان لسعك قلمين على وشك كنت عملت ايه؟ قطعت شرايين ايديكي؟ ايه الاوفر ده؟ هستنى ايه من واحد عديم الاحساس زيك؟ عديم الاحساس ايه؟ ده انت فلقتي امي. ساعه حزم وحشك وبتعيطي، وساعه اخوكي مزعلك وبتعيطي. يا شيخه، ده انا هقوم اصلي ركعتين شكر ان ربنا ما رزقنيش باخت، كان زماني وقتها من تاني اعدادي. كان زمانها ماتت منتحره بسببك. وبعدين بقولك ايه، انت ابن عمي واخويا وصاحبي، يعني تتحمل كل مشاكلي وعياطي وقرفي وانت ساكت، فاهم ولا لا؟ كان لسه هيرد عليها ولكنه لمح جنة اللي كانت بتتمشى في الجنينة، فلفت أنظاره مظهرها الحزين فقال لحالة بتعاطف، ده باينه مرار طافح. شايفة اهي البت مرات حازم دي، شكلها حكايتها حكاية، وطلع عين أهلها هي كمان. فكرتني بشادية في فيلم المرأة المجهولة، هي عيني ولا أختها؟ دي بت جبارة، سنطرت أمك وعرفت تخطف دماغ سالم وتخليه ينفخكوا كلكوا وأولهم انتي، قال جملته الأخيرة وهو بيضحك. فضربته حالة في كتفه وهي بتقول بغضب، بس يا حيوان بتفكرني تاني ليه؟ هو بعدين البت دي ما بطقهاش وهي سبب البلاوي والمصايب دي كلها. ايه ده؟ وانتوا رحتوا فين؟ يا ابني احترم نفسك، هو كان حد جه جنبها ولا كلمها اصلا؟ لا يا شيخه، كنتوا ضربوها بفاس احسن، ده انت وامك كنتوا عاملين زي رايه وسكينه من شويه. طبعا لازم تيجي في صفها، ما هي مرات حازم. هقصدك ايه يا بت انتي؟ هقصدي انت عارفه كويس. وبعدين على فكره بقى، انا وسما في صف بعض وهي مش طايقاها، وخليك عارف كده علشان لو مش معانا تبقى ضدنا، لا معاكوا ولا ضدكوا، وشغل الحريم ده ماليش فيه، اولعوا ببعض. رن تليفون حلا بعد ما شحنته وفتحته، ولما ردت سمعته بيقول لها اخيرا حضرتك تكرمتي وفتحت التليفون. اتكلمت حلا بتلعثم وقالت ايه هو حصل ايه؟ وتليفون مين ده؟ بذكائك كده هيكون تليفون مين ده؟ صحيح، تليفون مين ده؟ نفس صبره وقال بصراخ، تليفوني اللي حضرتك اتلخبطتي وخدتيه وسبتيلي تليفونك. حالة من الصدمة سيطرت عليها وقالت بحدة، ما اسمح لكش تكلمني كده على فكرة، وبعدين ما هنت لو ما كنتش ظلمتني وقلت عليا غشاشة ما كانش زمان كل ده حصل. بلع غضبه بصعوبة وقال، ما تبدأيش بالعبط بتاعك ده علشان انا على اخري ومش فضيلك، وبسببك اضطريت اجل سفري وكل حاجة تعطلت. خرج صوتها بفرح وقالت، ايه ده بجد؟ هو انت مسافر؟ اندهش من نبرة الفرح اللي في صوتها وقال، ومالك فرحانة قوي كده اني مسافر؟ والله ده يوم المنى لما تسافر على الاقل اضمن اني ما اسقطش. ده انا اللي هضمن لك انك ما تنجحيش طول حياتك لو تليفوني ما جاليش دلوقتي اهو. سامعة؟ طب والعمل ايه دلوقتي؟ هجيب لك تليفونك ازاي انا؟ رد باختصار، انت ساكنة فين؟ اشمعنى؟ ابدا جاي اطلب ايدك. للحظة حست بدقة قوية في قلبها من اثر كلمته، فكمل هو وقال، عشان اجي اخد تليفوني يا زكية. لا طبعا، تيجي فين؟ مش هينفع خالص. كان الغضب هياكله، ولكن كان في سبب تاني، وهو الصورة بتاعتها اللي على التليفون مع الشاب واللي كانت خلفية لتليفونها، ومش عارف ليه حاسس بالغضب. انت عايزة تجننيني؟ هو ايه اللي مش هينفع؟ بقولك ورايا سفر وعايز تليفوني. سكتت لثواني قبل ما تقول بغضب، على فكرة بقى مش لوحدك اللي عايز تليفونك، انا كمان عايزة تليفوني. بص هقولك، انت عرفني مكانك فين وانا هحاول اجيبهولك. تعالي لي النادي، اقابلك في نادي بتاع ان شاء الله. هو انا كنت صاحبتك؟ بص انت تستناني عند الجامعة وانا هاجي اديهولك واخد تليفوني وامشي على طول. استغفر وقال باختصار، موافق. كان مروان بيركب عربيته فتفاجئ بحالة اللي كانت بتناديه وهي بتجري. ايه يا بت بتجري كده ليه؟ لا يكون في حداية بتجري وراك انت كمان. الحداية دي تبقى خالتك يا خفيف. لا تبقى عمتك يا اختي، واقفة في البلكونة وبتبصلنا ازاي ولا اكننا سارقين عشاها. حالة من بين ضحكتها، طب حاسب لا تسمعك وتنزل تكسر دماغك. المهم قولي رايح فين كده؟ نازل الإسماعيلية هأجيب شوية حاجات. عايزة ايه؟ اتفاجئ بيها بتركب جنبه وبتقول، جاية معاك. ناقص قرف انا؟ ده انا طفشان منك. تقومي تيجي معايا؟ انزلي يا بنت مش طالبة وش. لمحت في المراية سما اللي كانت بتبص عليهم من بعيد وقالت بمكر، لو ما طلعتش في خلال ثواني هتلاقي سما كمان جاية معانا، انت حر. انطلق بالعربية وهو بيقول بضيق، لو على ايه؟ مش ناقص الا الارملة السوداء دي كمان تيجي معانا، مش طالبة كآبة. ضحكت حلا على كلامه، ولما وصلوا المدينة استغلت انشغاله بمكالمة تليفون وقالت، بقولك ايه يا مروان، نزلني عند الجامعة هقابل حد اديله طلب واجي على طول. هز راسه وفضل مشغول بمكالمته. قربت حلا وقناع البراءة فوق ملامحها، وقفت قدام ياسين وقالت بعنجهية،
تليفونك أكتر إنسانة غير مسؤولة وما عندهاش تقدير للوقت شفتها في حياتي. غير مسؤولة وما عنديش تقدير للوقت ليه إن شاء الله؟ أولا عشان موقف التليفون ده، في حد ينسى تليفونه وياخد تليفون غيره كده؟ لا، وكمان أفلام من امبارح، على فكرة ده كان فاصل شحن وأنا نسيته في الشاحن ونمت. مش بقولك غير مسؤولة، افرض خطيبك رن عليكي يلاقي تليفونك مقفول كده عادي؟ بصيت له باندهاش وقالت بعدم فهم: خطيبي؟ خطيبي مين؟ رفع التليفون في وشها وقال: البي اللي معاكي في الصورة ده أيا كان خطيبك ولا حبيبك ولا حتى صاحبك. اتحولت نظراتها لما وقعت عينيها على صورتها مع حازم في يوم ميلادها وقالت بحزن: ده لا خطيبي ولا حبيبي ولا صاحبي. وسحبت نفس عميق قبل ما تقول: الله يرحمه. اتصدم ياسين وقال بنبرة هادية: البقاء لله، أنا بعتذر ما كنتش أعرف. لا عادي ما حصلش حاجة، اتفضل تليفونك، أنا بعتذر لك عن اللي حصل. عن إذنك. لا أبدا ما حصلش حاجة، لو حابة نقعد نشرب حاجة، شكلك متضايقة. لا مش هينفع عشان ما تأخرش وكمان عشان ما عطلكش عن سفرك. رق قلبه لنظراتها الحزينة وملامحها المتألمة وقال بلهفة: مفيش عطلة ولا حاجة، أنا بس مش عايزك تمشي وانتي متضايقة كده. هو متوفي بقاله قد إيه؟ 4 شهور. حس بالشفقة عليها وقال: ربنا يرحمه، كلنا هنموت، ده قضاء ربنا ومحدش له في نفسه حاجة. عندك حق، بس أنا ما كنتش عاملة حسابي إنه هيمشي بسرعة قوي كده حتى من غير ما يودعني. اتفاجئ ياسين بمروان اللي قرب من حلا وحاوط كتفها بدراعه وهو بيقول مستفسر بلهجة خشنة: في حاجة يا حلا؟ لا لا أبدا مفيش، أنا كنت بدي دكتور ياسين طلب ومشي على طول. ياسين بغروره وهو بيمد إيده يسلم: ياسين عمران، معيد في كلية الأداب. مد مروان إيده وهو بيقول بتحفظ: مروان الوزان، ابن عم حلا. بص ياسين لحلا وقال: ما تقلقيش يا حلا من الاختبار ده، كان مجرد تقييم للمستويات، عن إذنكم. ركب ياسين عربيته ومشي. اتكلم مروان بغضب وقال: بت انتي حالا تقولي لي مين ده وجاية تديله ايه؟ اتكلمت حالة باندهاش وعدم فهم وقالت: في ايه يا مروان؟ ما قلتلك ده المعيد بتاعي وكنت جاية اديله طلب. ايوة يعني اللي هو ايه الطلب ده؟ لا ده موضوع طويل، تعال احكيولك في العربية. واضح ان ياسين وحالة هتنشأ بينهم قصة حب، تابعونا في الجزء القادم.